مع صيحات الحرية وبهدي ربيع الثورات الأخرى بدأت مظاهرة في سوق الحميدية، نادت بالإصلاح، فكانت الشرارة لثورة انطلقت من درعا إلى باقي المدن السورية واتخذت الكرامة شعارا ومسمى. مشاهد الاحتجاجات لم تكن مألوفة في نظام الطوارئ المفروض منذ عام 1963، وقوى الأمن لا تجيد سوى استخدام الرصاص. القمع الذي فشل في وأد المظاهرات خلال الأشهر الأولى كان الحل الوحيد، جرعته فقط لم تكن كافية. خلاصة أوضحها زج الجيش لفض الساحات الكبرى في حماة ودير الزور وإدلب. على وقع المجازر المتتالية كان الانتقال إلى العمل المسلح بداية عام 2012. كتائب أهلية وإسلامية وأخرى جهادية ظهرت وتكاثرت. يافطة الجيش الحر التي جمعتها إعلاميا ووجدانيا لم تتحول إلى إطار تنظيمي. فشلت محاولات التوحيد المتتالية، وطغت الجرعة الأيديولوجية في خطابها على الطابع الوطني. على وقع الإنجازات العسكرية للمعارضة تشكلت مجموعة أصدقاء سوريا، بدأت برقم ضخم تجاوز 100 دولة للضغط على نظام أشهرت روسيا 14 فيتو لحمايته في مجلس الأمن. لكن أصدقاء النظام كانت لهم اليد الطولة. ميليشيات عراقية وإيرانية وكتائب من حزب الله أرسلت قوتها إلى الميدان، عدلت موازين القوى وحمت النظام من سقوط قريب كما يقول، لكنها لم تحسم المعركة. المعارضة المسلحة امتصت الصدمة وتجاوزت امتحان تنظيم الدولة الذي أعلن الحرب عليها أيضا. اختلت الموازين لصالحها بعد سيطرتها على معركة إدلب عام 2015، لتعلن روسيا تدخلها العسكري بالعناوين القديمة الجديدة: حماية النظام ومواجهة الإرهاب. أمام الاندفاع الروسي لحسم المعركة، تراجع الدعم العربي والدولي للمعارضة، ومسار الحل السياسي في جنيف لم يحقق أي اختراق. بنجاحها في استعادة السيطرة على حلب نهاية عام 2016، رسخت موسكو نفسها اللاعب الأقوى في سوريا. خطت مسارا جديدا للحل في أستانا مع تركيا وإيران، لم ينتج سوى جولات الوفود ومؤتمراتهم الصحفية. الصراع السوري يدخل عامه العاشر، مئات الآلاف من الضحايا والجرحى، وملايين المهجرين والنازحين كما تقول الأمم المتحدة. إغلاق الصراع وحصره في حدوده كان هو الهدف، فهل تحمل السنة العاشرة بصيص أمل للسوريين؟